السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحلوه الاقتصاديه كتخرجيني ما شاء الله كميه كتخرجها اقتصاديه وتتوجد ما كتعذبش الصراحه، مقاديرها موجوده. يلا نبداو الفيديو من الاول باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا هنايا، عندي مقادير بسيطه. عندي هنايا 250 ديال الزبده، يعني ربعه ديال الزبده. عندي كاس ديال السكر، يعني تقريبا نص ربعه. وعندي كاس ديال الزيت المائده. وعندي هنا جوج صفار ديال البيض، جوج صفار البيض. والبيض البيض انا خليتهم هنايا، هما خليتهم على جنب غادي نحتاجهم. وعندي الفانيلي التنسيم ودقيق حسب الخليط، هادشي اللي كاين في هاد الحلوه. هنايا رانا دايره شويه ديال الملحه، غادي نحط الزبده مع السكر، نخلط مزيان الزبده مع السكر حتى تولي لنا بحال يعني كريميه ويذوب لنا السكر. غادي نضيف هذيك السكر الفانيليا وغادي نضيف الزيت. كل ما كانت الزبده بحال المطبخ يعني كتجيك ساهله ما كتعذبيش فيها. غادي نضيف هذيك جوج صفار ديال البيض، غادي نضيفو هنايا الدقيق على مراحل، والدقيق كيبقى على حسب حجم البيض وعلى حسب نوعية الدقيق. كيف ما شفتو ما درتلهاش الخميرة. جمعنا هذا الشيء اللي هنا حدايا ورجع هنايا. ديك البياض البيض انا حطيته هنايا نخدم به، ولا كان غادي يخصني غادي نعاود ندير بياض بيضه. هنا عندي الفول السوداني الكاوكاو، الفول السوداني طحنته بقشرته، ما ماشي محمر باقي يعني ني باقي خضر، طحنته بالقشره ديالو ما نيلتوش بزاف وما خليتوش يعني داير. باش ندير به هاد الحلوه، الطريقه ديالها سهله. بحال هكايا نديروها لولبيه، نغطسوها في بياض البيض. بياض البيض هو اللي كيساعد هاد الفول السوداني انه يلصق فيها. نحطوها لاطه دائما ماشي ما مدهوناش، لان هي الحلوه فيها الزبده يعني ما تخافوش. بحال هكايا غير بعد شويه، لان غادي تنفخ واخا ما فيهاش الخميره، غادي تنفخ شي شويه.
انا غادي نستمر بحركه هي تنساليهم. بعد ما سالينا هاد البلاطه كنجيو هنايا كنبقاو كنديرو حفره وهنا في هاد الاثناء انا مشغله الفرن يسخن كيف ما العاده كيطيب الحلوه يعني في يعني على نار مهيله باش طيب مزيان وهي غير زبده راه طيب بالزربه صافي راه ندخلها الفرن ونكمل باقي الوحدات. البنات خرجت الطلاطه الاولانيه هانتوما كتجي بحال هكايا حمراء من التحت فوق واحد الريحه فيها زوينه مع هاد الفول السوداني. المهم هنايا البنات انا درت هنايا مربى بقيت نحرك فيه بحال هكا ما زدت عليه حتى شي مكون غير بقيت كنحرك فيه بحال هكايا صافي. حتى انا في هاد اللعيبه هادي ديال الصوص هادي ديال الصوص حيت لا غير هادي يعني كدوز شي حاجه ليا سائله حيت لا غير هادي جاتني عمليه وممكن ديروا نتوما غير معلقه يعني ماشي مشكل كيف ما كنا كنديروا قبل كنديروا غير معلقه بحال هكايا نوضعوا وهي سخونه نوضعوا فيها قريب من المربى وهي باقا سخونه باش تمسك فيها نكمل بحال الطريقه هذه ونخليهم هنايا في المول او في اللاطه نخليهم حتى يبردوا مزيان عاد باش نهزهم. هما دابا هكايا راه ما نقولكمش كيفاش دايره راه ممكن تهرس لكم يعني مع الزبده ما فيها حتى شي حاجه فيها غير الزبده والزيت يعني هشيشه وكذوب. المهم نخليوها حتى تبرد عاد ديك الساعات ممكن نحيدوها من هنايا نكمل انا باقي الوحدات ونتلاقاو في الاخر. وهذا هو الشكل النهائي لهاد الحلوه الاقتصاديه وكتجي لذيذه الصراحه ورطبة يعني صراحه كتذوب. شوفوا كيفاش كتجي مقرمشه وكتذوب صراحه سهله كيف ما شفتوا المقادير ديالها ماشي مقادير كثيره والطريقه ديالها ماشي صعيبه وحتى انها ما كتعدوش في الفرن بالزربه كطيب لان غير الزبده. هذا ما كان اخوتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى الفكره انها تعجبكم الى عجبتكم خليوا لي تعليق خليوا لي رايكم خليوا لي تعليقات. هذا ما كان ما تنساونيش في اللايك بالنسبه للناس اللي دخلوا جداد مرحبا بكم عندي ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد واللايكات باش هكا القناة تكبر وتزيد القدام بكم ويعني نتوما كداموني وانا كنعطي يعني افكار. شو هذا ما كان هنايا ما بقى لي غنقول لكم شكرا الدعم ديالكم شجاعتكم ليا والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.